إذا مشاهدين تبع قناة شفت، مرحبا بكم في البث المباشر بطبق مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا كنتواجدوا في المنطقة ديال عين سبع، يعني قرب لاكار عين سبع. يعني كما كتلفوا تشوفوا معنا مشاهدين الكرام، يعني هذه المنطقة خلاء، يعني هذه المنطقة خلاء اللي كتشكل واحد العبء كبير على الناس الساكنة لهذه المنطقة هذه. يعني هذه المنطقة هذه اللي كيتجمعوا فيها مدمني المخدرات، ايضا مستعملي المخدرات. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا كاين بعض الاشخاص اللي كيريحوا هنايا، يعني مثل هذا الشخص هذا اللي امامنا كيبقاو يستعملوا المخدرات. يعني والغريب في الامر ان هذه المنطقه هذه يعني حداها ثلاثه ديال المدارس، يعني اللي صراحة هنايا كيبقاو يدوزوا التلاميذ والتلميذات في الصباح الباكر، يعني فالله يحفظهم وصافي، صراحة الله يحفظهم وصافي. يعني يقدروا يتعرضوا لأي اعتداء جسدي، يعني خصوصا أن هاد المنطقة هادي كيف ما كتشوفوا معنا هاي شاسعة، كاين شي بلايص اللي مدرقين اللي الربيع طويل فيهم، فكيتخباو في بعض الأماكن. يعني هذه اللي امامنا اللون ديالها احمر، هذه مدرسه، يعني هذه مدرسه. يعني ايضا كما كتشوفوا معنا هنايا كاين باركينغ، يعني السور مهرس، مجموعه من السيارات هنايا اما كتعرضوا للسرقه ولا كيتعرضوا كيتهرسوا. يعني الساكنه هنايا عياهم يديروا الشكايات ديالهم بسبب هذا الخلاء هنايا، يعني راه قرب لاكار عين سبع بالضبط حي الشباب. يعني غادي ندخل نشوفو شنو كاين الداخل. كيف كتشوفو معنا نشوفو معنا هاد الشخص هذا، يعني صراحة غريب أمر هاد البلاصة هادي، غريب أمر هاد البلاصة. نشوفو معنا هني الكحول، يعني كاين واحد الشخص راهو لهيه، هاهو أمامنا. هذا في هاد اللحظات دابا كيستعمل المخدرات، فصراحة خاص يتشنو حملات أمنية على هاد المنطقة هادي ولا يدار لها حل أنها تغلق بسياجات حديدية. يعني الناس هنا ديال هاد المنطقة هادي والساكنة ديال هاد المنطقة هادي كيناشدو المسؤولين عفوا باش يدخلوا في القريب العاجل، يعني ولاو خايفين على وليداتهم اللي يدوزو من هاد البلاصة هادي، ولاو خايفين على وليداتهم اللي يخرجوا للزنقة. يعني كيفما كتعرفوا هادي البلاصة هادي كيجيو ليها يعني مستعملين المخدرات ومدمنين المخدرات من جميع البلايص هنايا في عين السبع أو في منطقة ديال سيد البرنوصي، من أجل أنهم ياخذوا الراحة ديالهم هنايا. يعني كيفما كتشوفوا معنا دايرين الحجر على السور، كيريحوا في داك المكان مخبين بالربيع وكيبقاو يستعملوا المخدرات. ولا كيف ما كتشوفوا معنا هاي هادي حفرة حافرينها في الحي، يعني هاد البلاصة هادي تقدر حتى المخدرات تكون كتباع فيها من ديك الحفرة. يعني صراحة غريب أمر هاد الحفرة هادي.
يعني شوفوا معنا هذا الشخص هذا اللي مريح هنايا يستعمل المخدرات. فصراحة كنتمناو تدخل من السلطات المحلية هنايا في منطقة ديال عين سبع، يعني هذا الشيء كثر وكثر بزاف. فمشاهدينا الكرام غادي نودعكم على أمان، تلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.